بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد يوسف، تاجر مدينة القادمة، نائب الرئيس تاع جمعية مدينة القادمة. بالنسبة لهذا الشيء اللي كتقوم به السلطة والناس اللي قايمين على هذا العمل يعني كنا نتسناوه شحال هذه وتمنيناه، وصل في الوقت ديالو المناسب، جا في واحد الوقت اللي هو مناسب الحقيقة. كلشي المحلات مزدادين وكذا، ولكن اللي كنتمناو من الناس المسؤولين باش هذا الشيء هذا يبقى مستمر، ماشي اليوم تجي تقلع من بعد تفوت واحد الشهر ولا شهرين ويرجع داك الشيء كما كان. حنا هذا الشيء هو اللي ما قابلينوش، وهذا الشيء ديال النظافه للمدينه القديمه راه شحال حنا كنجريو عليها، لان ما وجده كامله الاصل ديالها كاين في وجده كامله فيها المدينه القديمه. اي واحد كيجي عندنا من برا الا ما جاش المدينه القديمه بحال اللي ما جاش لوجده، هذه مساله باينه. حنا كنشكروا الناس المسؤولين على هذا الشيء هذا، وكنشكروا السيد الوالي على هذا الجهد اللي راه داير، والسيد رئيس المنطقه، خاصه السيد رئيس المنطقه والقائد تاع المقاطعه الاولى. هاد الناس هادو يعني دايرين واحد المجهود كبير وفي الحقيقه يستاهلوا التشريف والحمد لله. ولكن غير اللي نتمناو ان من تفوت هاد الحمله بغينا هاد الشيء يبقى دائما مستمر، ماشي اليوم جيت خليتني انا في الدار وقلعت لي وغدوه يولي داك الشيء كما كان. حنا بغينا الاستمراريه هي اللي باش التاجر ما يحش، وهاد الشيء هذا بغينا يتعمم في وجده كامله. الحق راه خصو يتعمم، ما نشوفوش غير المدينه القديمه اللي هي اللي راه فيها المشكل. راه المشكل كاين في وجده كامله، راه فيها هذا المشكل هذا. خص هذا الشيء هذا كاع القياد يتحركوا، اي منطقه اللي فيها شي واحد يتحرك فيها، ويعني هذه هي الفرصه. ربي دار لنا فرصه، هذا الشيء هذا راه خير ان شاء الله والحمد لله. اللهم لك الحمد. السلام عليكم. الاسم ديالي كهوس ربيع، كنشتغل في الصناعه التقليديه بفندق بلويس. سيدي كنتمناو من السلطات تشوف الحاله ديالنا، حتى حنايا هاد السوق ديالنا كاع الاسواق تسقدت، مي هاد السوق هذا مازال ما شافوا له حتى شي حل عندنا هنايا. وهاد المبادره اللي دارتها الدوله زعما مزيانه، الامور تنقات كلشي مزيان، ونطلبوهم حتى حنا يديروا لنا شي حل لهاد السوق ديالنا، لان السوق راه همجي وما فيه ما يتشاف كما نقولوا. شحال وانتم على هاد الوضع هذا؟ هاد الوضع اللي دروك حنا الوالدين ديالنا كانوا هنايا، دروك راه فايت 60 سنه ولا 70 سنه والوالدين ديالنا، ودروك حنا عاوتاني حنا رانا موراهم هنايا عاوتاني. حنا راه عندنا 40 سنه دروك هنا في هذا السوق هذا. وكنشكروا الناس تاع النظافه اللي راه ندير واحد المجهود كبير، حقيقه راه شي حاجه كبيره، وكنشكروهم بزاف ويستاهلوا حقا يستاهلوا. ونتمناو من الله السيد الوالي ما ينساش هذه البقعه هذه اللي بقات في المدينه القديمه، راه هي اللي بقاتنا بقعه سوداء، نقطه سوداء هي هذه، ما ينساوها الناس باش لما نوليو المهنه ديالنا يكون داك الشيء مقاد. ونتمناو من الله الخير والله يوفق. معكم رقيق ابتسام، تاجره فندق بولويز، بيع توابل عطريه. كنشكر السلطات على هذا الشيء اللي راهم دايرينه هنا في مبادره في باب سيدي عبد الوهاب، هذا الشيء اللي دايرينه في باب سيدي عبد الوهاب. كنشكر السلطات بزاف، ونتمناو لهم يلتفتوا لينا حتى حنايا. هذا الفندق كنعيشوا واش راني نقول لك، كارثه. هذا الفندق يعني كاع ما التفتولوش، التفتوا له ديجا، ولكن دفعنا لهم ودفعنا طلبات وما داروا معنا حتى شي حاجه. كنتمناو منهم يلتفتوا لينا، شوفوا لنا مع هذا السوق. حنا الكل ماشي كل عام يعني كنرقعوا وكنريقلوا شويه باش نعيشوا معاه.